بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نبدأ الدسكشن لـ third year medical students السيناريو الثاني second scenario اللي نزلناه قبل شوية. وكان عن طفل صغير عمره one day وفي مشكلة في الرضاعة. فكان المطلوب منكم إيش chief complaint، إيش كتبتوا chief complaint أو بإيش فكرتم في chief complaint. ممكن تكتب choking، تمام؟ ممكن تكتب، لو كتب difficult feeding بيكون الموضوع يعني مموح مش واضح. هو فعلا difficult feeding، بس احنا نشتري نكون more specific بحيث انه النقطة دي في الهيستوري بتساعد كثير في الدياجنوزيس، احيانا تعمل spot diagnosis. فممكن تقول choking، تمام، وتسيانوزيس مسبوق بvomiting، كل هذا with feeding. طيب each feeding يعني كل feeding بيحصل كده، خلاص. فإذا أنا عندي هنا حاجة مهمة ال choking هذا مع السينوزس مع الvomiting وكل هذا بيحصل أثناء الفيدينج، تمام، حلو جدا. الآن إيش في الهيستوري؟ قلنا في حاجة قديمة في الهيستوري، حاجتين في الهيستوري، أو يعني أساسا في الهيستوري حاجة في البرينيتال غير هذه القصة. البرينيتال الطفل اللي هو في عنده هذه البروبلم اللي بنقول عليها بعد شوية عندهم مشكلة. أنت حتسأل على إيش؟ حتسأل إذا كان الأم عندها بوليهايدروميوس. ليش البوليهايدروميوس؟ لأنك أنت أكيد فكرت بإيش؟ بالإي إي اللي هي إيسوفيجيال أتريزيا with or without tracheoesophageal fistula. أكيد الموضوع واضح الآن، تمام. فدول عندهم history of polyhydramnios. طيب ال examination في حاجتين عندنا، حاجات في الفيس وحاجات في الابدومن. إيش أهم حاجة في الفيس يا ترى؟ هنا في الفيس عندك frothy secretions أو bubbling bubbles بتطلع من الماوث، ممكن كمان من النوز، تمام. فهي احنا يعني typically بنسميها frothy secretions، تمام. ممكن تسميها bubbling فين؟ في الفيس، في الماوث، كل بالمنطقة كلها تغلي رغاوي، فيها رغاوي. حتى الممرضة ممكن تجي لك تقول يا دكتور هذا يبغى رغاوي كثير. هي الممرضة عندها خبرة فبتنبهك. بالنسبة للأبدومين في حاجتين حسب بقى الأناتوميكال ديفكت. ممكن يكون في عندي abdominal disc distension يعني في distension، أو يكون عندي scaphoid abdomen يعني أفحص الأبدومين for these two points، أفحص فحص كامل. بس هذه المهم. diagnostic steps إيش؟ أول حاجة nasogastric tube insertion. أول شيء أول ما تشك nasogastric tube insertion إذا كان في أي يعني أي في إعاقة أو يعني منع أنها inability to pass nasogastric tube، فده خلاص يعني تقريبا نوصل إلى 99 يعني 99% من الدايجنوزس أكيد يعني يكون قريب. بعد كده آخذ plain X-ray وأوريكم حنشوف إيش، وبعدين ناخذ كمان يعملوا جاستروغرافين كمية بسيطة ويعملوا الإكس-ray بالكونتراست. طيب إذا أنا عندي هذه الحاجة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الـ EA. هذا طبعا نيلسون تكست بوك. دائما نقول المراجع لما يجي ناخد الصور من الناس عشان ما نتعرضش لمشاكل الكوبي رايتس، تمام. فده نيلسون تكست بوك مكتوب اهو عندكم فوق، تمام. فلو فاكرين الـ EA او الـ Esophageal Atresia مع الـ Tracheoesophageal Fistula، في عندي خمس انواع، تمام، هم خمس انواع بس احنا ركزنا لو فاكرين على الموست كومن اللي تشكل تقريبا بعض الكتب تقول 84 اللي سنه 85% يعني هذه الحدود، وال 8% اللي هي بسرعه يعني ثاني سكند تايب اللي هي البي. وعندي فور اللي احنا سميناها ايش في الليكشر، سميناها اتش شيد اللي هي دي مشكلته انه الدايجنوز حقها بيكون ديليد. وبعدين عندي ما فيش فيستولا خالص، وفي عندي الفيستولا في اللور وفي الفيستولا فوق وتحت. فايش الكومن؟ هم دول، هذا لور فيستولا
تمام. وإيش بلاحظ الإيسوفاجس أهو فوق بلايند باوتش، شوفوا المحرك أو أستخدم أستخدم حاجة ثانية هذه إيش؟ أوكي أستخدم هذه. لاحظوا الباوتش أهو فينه، شوف الباوتش فوق مقفل يعني ما فيش، من تحت الإيسوفاجس واصل على التراكية، لاحظوا واصل على التراكية. فعندي lower esophageal trachea وعندي فوق الإسفاجيال أتريسيا فيستولا، قصدي lower فيستولا. هذا النوع ما فيهوش لا upper ولا lower 8%. وعندي لما يكون في هنا lower، لاحظوا هذا الفيستولا lower esophageal fistula، وعندي هذا النوع اللي هو upper esophageal fistula، وعندي هذا اللي هو يسموه ايش؟ H shape، اللي اصلا ما يبانش عليه حاجة الا later on بيحصل presentation. طيب قلنا الاثنين، لما جيت قلت لكم عملوا abdominal examination، عملنا examination هذول، هذا النوع اللي ما فيش fistula وهذا النوع اللي fistula هي lower. اوكي؟ هذا هيعمل لك abdominal distension. ليش abdominal distension؟ لأنه في اير بيجي من التراكية إلى الاستمك، اهي اهي الاستمك، لاحظوا الاستمك هنا، مش عارفة راح هذا اللون، يلا مش مشكلة، هنا هذه هي الاستمك عند الدائرة، بتكون فيها اير، من فين أجا؟ أجا من هنا، لكن هنا كيف بتكون الأبدومين؟ ما فيش اير، هي الاستمك فاضية عند الدائرة، الاستمك فاضية، من فين بيجي الاير؟ ما فيش اير، فهنا عندي in this type scaphoid abdomen و in this type اللي هو most common في abdominal distension في air bubbles. لو عملت X-ray حشوف air bubbles بالX-ray، فين أجيت؟ من الفستولا. فإذا هناك من فوق حشوف إنه الإسفاجس مغلق باوتش و blind باوتش، وفي تحت هنا عندي في connection والسبب إنه في فستولا. نيجي نشوف مثلا هذه بعد ما عملنا، طبعا إحنا قلنا الفيرست ستيب insert the nasogastric tube. إذا ما عندكش زي هذه مثلا، هنا ما عندكش، ما فيش عندك كونتراست، راح تشوف التيوب، لاحظوا لاحظوا هنا واضح، ها من عند الإشارة شوفوها تيوب نازل وعامل لي كيرفد، ليش ما نزلش لتحت؟ ما فيش لتحت، لاحظوا هنا في هنا اير، لاحظوا البقعة السوداء دي إنه في اير، يعني إنه الموست كومن تايم. النوع الثاني ده مش النوع الثاني، هذا هو نفس النوع بس رحنا عملنا جاستروغرافي، حاجة بسيطة كده يعطوه تقريبا 1 ملي، أو مدريش أصحاب الإكس راي يعرفوا أكثر، يعطوا كمية بسيطة وحتى يشفطوا الزايد عشان ما يعملوش مشاكل، ويروح يصوروا، هتلاحظ إنه الأبر باوتش، شوفوا كيف الباوتش واضحة مغلقة، المفروض الإيسوفاجس ده نازل لتحت أهو معلق فوق. الدليل الثاني او النقطة الثانية اللي ابص عليها في الاكس راي، اروح اشوف الاستمك، ها الاستمك فيها اير ولا لا؟ الاسود ده اير، وجود الاير في الاستمك معناه استمك معناه انه في فيستولا، هي مش باينة هنا بس هو في فيستولا. اذا هذه الاكس راي بتشخص لي التايب الاول اللي بيشكل من 84 الى 87، قد يكون اكثر من انواع الفيستولاز. وطبعا التريتمنت ايش؟ ما فيش حاجة اسمها يعني ميديكال تريتمنت، اللهم انه انت بتستقبلي الحاله بتحطيها على او بتحطوها على بروم بوزيشن اكسسيف نيزوغاستريك سكشن، كل شويه سكشن عشان البابلز دي ما تدخلش، تعمل لي اسبريشن وتعمل سكشن من فوق بقى، وانه ما فيش طبعا ما تحاولش تعمل فيدينج، حتى اصلا لو عملت فيدينج البلد هذا هو قصدي الميلك اللي بتعمل ده غلط، هيروح يعمل اسبريشن وده عدو اخطر من الفروتي سكريشن او من اللعب من السلايفا. لكن طبعا هم علميا بيقولوا انه الاخطر هو انه الجاستريك كونتنت هو اللي يطلع، لانه الجاستريك كونتنت فيه اسيد، ففي عندهم المشكله في اللنج بتكون اكبر من الاسبريشن من فوق من السلايفا، بس هو كله اسبريشن. فانت حتحطه على بروم بوزيشن، هتعمل اسبريشن ريكيرنت اسبريشن، وبعدين هيجي الدكتور ويتخذ الإجراء المناسب، إذا كان يعني الطفل صغير مرة وما تحملش فممكن يعملوها على مراحل، أما إذا كان هو فيجرس وكويس فعادة بيعملوا ليجيشن ويعملوا بعدين أناستوموزيس. في حاجة أشتيكم تقرؤوا عليها
مشتيكم تقرأوا على حاجة اسمها، يعني مش تقرأوا تخلوها في بالكم، تمام؟ احنا ذكرناها اللي بيسموها ايش دي، في حد فاهم او في حد ذاكر. هذه common association بتيجي مع الناس اللي عندهم 30 اسفنجير في استلام. ال V عادة for vertebral anomalies، وال A for anorectal anomalies، وال C cardiac، وال T E اللي هي تراكيو اسفنجير اللي هو موضوعنا، وال renal for R for renal، وال L for limb anomaly. كذا تقريبا احنا نكون خلصنا ونلتقي بمراجعة.